نمو او اخذت يعني مثل تقول دفعه قويه في السوق العربي الاسلامي وكذلك في اوروبا. الان تتكلم على الميزانيه المجمعه للبنوك الاسلاميه تعدت 3 مليار دولار امريكي. حتى نعطيك مقارنه، الصرافه التقليديه في الدول العربيه المجموع الاصول للبنوك العربيه كلها تقريبا حوالي 2.5 مليار بليون تريليون دولار امريكي. فالصرافه الاسلاميه تعدت البنوك العربيه في مجموعها لسبب ان هناك دول اسلاميه دخلت تحت مظله البنوك الاسلاميه. زي مين؟ عندك بالمثال بسيط، خذ مثال بسيط باكستان، عندك اندونيسيا، عندك ماليزيا، هذه دول مؤسسات المالية الإسلامية موجودة بثقل. ورأي حضرتك في الصرافة الإسلامية في مصر، هل شايف النمو بتاعها؟ الصرافة الإسلامية في مصر نعم فيه نمو، ولولا لو 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 ما كان هناك نمو ما شفت بنوك جديدة دخلت في السوق المصري. دخل في السوق المصري الآن بنك أبو ظبي الإسلامي، دخل في السوق المصري عدة مؤسسات مالية إسلامية. زمان كانت عندك بس البركة وبنك فيصل، اليوم عندك تقريبا لأقل من 5 مؤسسات مالية تقدم الصرافة الإسلامية. كذلك البنوك التقليدية ولت تستأنس بالمنتجات الإسلامية.